البارح ثلاث، وبحال كل ثلاث كان عندكم موعد مع برنامج المغامرات والتسويق جزيرة الكنف، برنامج اللي مليء بالمفاجآت. الحلقة ديال البارح كانت مليئة بالحماس. شطيح وهنا بمساوي صباح، مش مع الباصة، أنا مش فرحان في الدنيا قد الفرحان بنجاح. والغنى اسفة شوف لك غيري مش هتحمل تابي معاك. كاني بولي لا يلا لبولي لا كاني بولي لا الله الله بولي لا شي حاجة غربية. Bird flying high you know how I feel. في الحلقة ديال البارح مول الحكمة اختار آلة إيقاع جديدة. سنينا يعزف العود الساعة ما لقاش صدع. لا عيب الله الصدع غادي وهادو ما خداو التسارد ما حليتش أنا كاع هنا باش عيب الله فينا هو هادشي فينا هو يا سيدي. وهو يتقلق مع السرفر. ما في الدنيا تسترفر الصدع عيب الله بغيت دابا غير نساويها حنا غادي كنقول ليه ما تقربش ليا لحاجتي ما تقربش ليا لحاجتي. يلا فين غنلقى دابا أنا هاد الصدع عيب الله فين غنلقى فين أنا فين دار عيب الله الصدع واش غادي يسطيني عيب الله واش غادي يسطيني. ها هو جا السرفر ياك تنقول لك ما عمرك تقرب ليا العود ديالي ولا فينا هي الصدعة. السرفر اللي اكتشفنا انه كيتخلص للسيمانة. السرفر فينا هي الصدعة اللي مالفة انا كان الله ما داها فيا بالله كنقول لي فينا هي الصدعة هو غادي كاع مسوق ليا عباد الله. ما عرفتش شحال كيشد كيعرف غير نهار السيمانة يجي يقول لي يا راه. بلا ما نطول عليكم ندوزو للارقام اللي خص تعقلوا عليها. ثلاثة هو عدد المرات اللي سولت فيها قمر وجبت شي ساروت. قمر السعداوي لاباس عليك؟ الحمد لله. جبتي شي ساروت الصباح ولا لا؟ رابعه هو عدد المرات اللي غوتات فيهم حماقه على التيتسويت. اول مغامره واول تحدي غادي يكون الان. في نهايه الحلقه الفريق حصل على ثلاثه ديال السوارت. السوارت انت تبارك الله عليك وجوج ديال الرموز والرمز الثاني. والاهم من هذا كله شحال 27,540 درهم المبلغ اللي غيمشي لصالح جمعية بيت باهية في بني ملال.